السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتنا، قناة يوميات العبدوية وبناتها. اليوم البنات وين راح نروحوا؟ راح نروحوا للتحضيرات تاعنا والمشتريات تاعنا تاع العيد. واش هتقولي لماما؟ ان شاء الله. الحوالة العبدوية ما انتهتيني. السلام عليكم المشاهدين وصحاباتي وحباباتي، واش راكم؟ واش ديروا؟ اليوم راح ندير لكم تحضيرات نتاع العيد. هيا هيا درك واش راح نشري؟ شريت انا وامال كاين حوايج شرينا وحوايج كانوا عندنا، يعني الحوايج اللي ما كانوش هاني شريتهم، الحوايج اللي كانوا. ما تكسروش صوارتكم وما تفزوش صوارتكم في الحوايج، ما يكثروا ما تقدروش ورايحين حتى نحطوهم. هذه هادو نبدا لكم على هادو، هادو المرباحات هذوك اللي نديروا بهم الشوا. اها ما كيزوش. اها ما كي هادو البنات، هذا شاليمو. شوفوا البنات، قلت لها وجدي لي اليوم سنا شاليمو، راني راح نحرك بوزلوف بالشاليمو. بصح البنات راهو واعر. عام الاول، عام الاول كانت تشوف الاول، عام الاول راحت جابت هذا، ومن بعد راح تركباتو في البتيه ودارت له التيو ماهوش نتاعو خاص. ها سنا شرينا علاش عرات في القعلينا، درنا تويو تاع القرع، التويو تاعنا تاع الطابونه. هو راهو عنده خاص التيو نتاعو. السنا راني تقابض انا وياها البنات واش قولوا، قالت لي نزيد نحرق، قلت لها شوي زلوف نحرقو فوق الطابونه خير ما ديري لي الدونجيه. هيا راهي قالت لك راح نديرو، راح ندير شاليمو البنات. البنات اذا كانت تحرقت الله يسهل عليها، اذا تحرقت سمحوا لي البنات. آه. اذا مت ولا كش مصر علي سمحوا لي. اسمع بناتنا، انا الشاليمو كي ديري ما طلعش عندك وما نجيش عندك. خلاص هذه اللي تمضي، شريناها من قبل. هاي من قبل كانت عندنا في خبا يلقى. هاي هي كي شرتها ساره نديرو بها الماس. اللي عنده يدير، اللي ما عندوش احنا بكري نديرو الحجره. هاي وكا كان الحجره البنات، هذو الماس نديروهم كي نغسلو بهم الخرص، نقطعو بهم الكداوش مصارن. هي مصارن الكداوش هذو هما. هذا الساطور راح نقطعو به ان شاء الله الزلوف والسقيطه. ولا وكان المنشار ثاني يعاوننا، المنشار وهذو نمسحو بهم اليدين. البنات هذو راح نحطهم في السرفيطه عن بالك هذا مبلولين، من قبل في الفيديو كنا نحطوهم. ونزيدو الكيردو البنات. ها هاو الكيردو، خاصة كي ناكلو اللحم السنين. هرني يا إما هذا الموس، هذا راهو شراتو أمال تاع السليخة. شوفوا البنات، هو كاين عندنا هذا، زدت عاود شريت واحد صغير باش نسلخ به. كي أمال تشتي تسلخ، أنا راني نسلخ بصح هذا ما نديش معايا كي نروح عند خدي. ما يحتاليش ندي هذا برك. ها ما كي زوج ماس تاع قلبي باش يشوفوها ما حتى هي راهي دارت وجدت. ها ماشي هكذاك، حتى انت راهو كاين ورحتي زدتي. ايوا شفتو، وهذا برك البنات 75 في دير الميسه هذه الصغيره 75000. وهذه ينفخوا بها على خرصمو، هذه ينفخوا بها الخروف، اي تنفخ على الكيف تنفخ. اها هرني عندنا هذه نمشي نقلبوا بهم المصار، نقلبوا بهم المصار ونزيدوا نحلوا باش نديروا باش نلوحوا هذيك. ها خلاص هذو الدبابس البنات عندكم كي تشريو شريو، هذو لازم تحتاجوهم. احنا رانا نعتو لهم الحوايج اللي نحتاجوهم في العيد. هي خلاص الشكاير، هذو الصاشيات البنات تاع باش نلوحوا فيهم اللحم. هرني لاني خدميا، هذو البنات الماس نتاعي القدم. اماكي هذو القدم، احنا البنات احنا ما شريناش، احنا دوك نمضيو وكلش غالي برا. المنشار البنات ها فكي المنشار، اللي عنده يشري، اللي ما عندوش يدير هكا. وكان هذاك المنشار تاع تريسيتي بغيتو تشريوه البنات شريوه، وكل واحد المقدور تاعو. اي والصاشيات هذو حاشاك نديروهم لاخر. اي حاجه البنات راح نوصيكم برك، اي حاجه طيشوها ديروا صاشيات على بوبال، ما طيشوش في الزيكوات، ما تبوشيوش الزيكوات، اشريو صاشي ولوحوا القماش خي موز الزباله راهو يجي نهار العيد وراح يكون طيشوا. الحاجه اللي حابين طيشوها طيشوها، الحاجه اللي ماكم كاين الناس ما يشتيوش ياكلوا بوزلوف وما ياكلوش المصارن لموهم، كاين الناس ما راح تعيد روحوا صدقوهم خير، تديو اجر عند ربي سبحانه. هذو البنات شوف خلات لي ساره الورده فيهم، هي كي هي اللي خباتهم دارت فيهم الورده. هذا شوفوا ان شاء الله تكون حتى هي ورده في دارها. هذا ساره لمتهم تاع العيد تاع عام اللي فات دارت لهم ورده كيما هكا. ساره شوفي شوفي. وهذو نتاع الحديد وهذو نتاع القطب.
هادو طال الحطب البنات واش راح ديروا لهم قبل العيد كي تبغيو ديروا الشواء رنخوهم في الماء خامه ها رنخوهم في الماء لي لا كومبلي لي لا كومبلي هما في الماء ما يزيدوش يتحركوا لكم يقعدوا لكم جدد هذوك الخطران شريب ولميناهم هكا ها هادو البنات ما على باليش هادو تبغي تندار واحد ثاني تاع شواء البنات هادو تاع شواء ثاني ها هما كي حنا جبنا لكم انواع لي كيردون عندنا هادو تاع الحديد هادو عندنا اللوح وعندنا الفرين واش حابين تشريو البنات ديروا هذا هادو شطير هادو تاع الكونجيلاتور البنات تقدروا تحطوا فيهم وكاينين هذوك الصفر ثاني ومازال ما شريناهمش عندنا هذا الغلاف الشفاف ثاني تبغاو ما ديروش صاشيه تقدروا ديروا السبات تاعكم في هذا كيما بغيتوا عندنا لي كوبلي باش ندير كي نديروا الشواء نديروا الكوك هان من لي كوبلي عندنا هذه صاشيه تاع الشواء راهي مزقها لي ولد اختي مزقوها البنات مزقها وحلها البنات هذه تاع الشواء اكياس الشواء تقدروا تشريوهم وديروا فيهم ثاني قصنا صرفتها ماكي واللوحه ان شاء الله هي كي نقطع عليها الزلوف واللحم اها هاو نحطوا لهنا واللي بغى البنات ما عندوش شوايه ها هي الشوايه ها هو كي ها حنا واحد العام كنت تشوفي شوينا فيه واحد الشوا فيه يهبل يهبل اللي ما عندوش شوية يشري طاجينة صغيرة ويشوي عليها واللي ما عندوش يدير في المقلة هذيك هي واللي ما بغاش المقلة يدير في الكيكوطة هذيك ديري عليها وقفلي عليها 10 مينوت كل شيء طيب والكيروانات لازم الكيروانات تستعملوها وحدة نتاع الشحمة وحدة نتاع هذو الكبار وحدة تاع المصارن وحدة تاع تاع اغرنوك هاي واحد نتاع الزلوف واحد شوفوا البنات الكروانات حنا عندنا الكروانات بزاف انا ما شريتش كروانات هذو كانوا عندنا من قبل تما زعما باش نخرج انا وما قالت لي هيا نشريو قلت لها انت راهم سته ولا سبعه وبغيتي نزيدو نشريو هذو هما شوف غير كي ذبحوا تكملوا شرح ندبر عليكم نعطي البنات ديروا الماء والملح في الكروانه هكذا وحطوا الشحمه نتاعكم في الماء ما بين تكملوا لا تسرخوا تكملوا هاي تنحيوا الكبده نتاعكم اشيوها نص نص طياب نص طياب هاي وقصيها هكا هكا طويله قد ما يكون هكا قد هكذا وقصي الشحمه ونحي الشحمه حطيها فوق المايده ولا فوق لافابو وقصي بالموس وديري الوي هاك خطرتين اللي بغى الشحمه يدير ثلاثه واللي ما بغاش تي الشحمه يديرها على زوج وجيبيها اخر وين هو الكيردون هاي الكيردون احكمي ديريهم هكا اذقبيها منا وخرجيها منا وحطيه في الساشيات اللي جا عندك ولا الاخر وطيبي له وياكلوا ان شاء الله ناكلوا بالصحه والهنا ان شاء الله ان شاء الله يا ونعيدوا ان شاء الله العيد مبارك العام الجاي ان شاء الله يحيينا يحيينا رب العالمين اذا حيينا رب العالمين رب العالمين ان شاء الله ربي ينشحوا تاع الاهليه ما كي راح يعلقوا لكم نهار عرفه ولا قبل عرفه نقول لهم ربي ينجحكم ان شاء الله ربي ينجح مهند ولد العلمه ان شاء الله هاني ما زلت نتفكرك ان شاء الله يا ربي نفرحوا بك وتعيط لي موك ونزغرتوا له ان شاء الله نفرحوا به ونفرحوا باي واحد اي الناس وكن نبغيهم نتمنوا لهم غير الخير وان شاء الله ربي ينجحكم وما زلنا يا بنت خويا راحت هاي بنت خالي راح نقولها ان شاء الله ربي ينجحك ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين ديري لنا الغرايب خلاص الفن تاعك ان شاء الله يا رب العالمين هذا هما المشتريات تاعنا اللي كانوا عندنا واللي كان اللي شريناه البنات كان اللي شريناه كان اللي ما شريناش كان عندنا من قبل واش راح نزيد نقول لكم ثاني البنات دوك نزيد نات لكم الخضره اللي شريناها لنا بابا من السوق على بال بروفيتي وهذه اليوم تشريوا الخضره على بالك باللي راح يكون قبل العيد راح يكون كلش غالي دوك ندور لكم منه ونات لكم ثلاث ايام ولا اربع ايام ما يديروش الخضره ها شوفوا البنات قولوا لرجالاتكم ولا والديكم يروحوا يشريوا الخضره قال لي بابا كي راح اليوم للسوق قال لي هي كي بدات تزيد الخضره راهم قالت ما كانتش ها هذه اليوم تاع مصايب داو الاخر عندنا هذا الفلفل الحار دوك نعطيو لكم الفلفل الحلو مازالو كاين حوايج مازال ما قضيناهمش عندنا سروديه بقات السلطه هذا هما اللي شي بابا يجيبهم لنا البنات عندنا طماطم طماطم قال لي قبيلت كنت نحكي معاه قال لي شريتها ب 6000 قلت راح ترجع حتى ل 10000 تما منا نهار العيد راح تزيد البنات مازالت السلطه مازال قدها حاجه هذو هما حنايا ولا ملح الاخر نتاعو
هاي الخضره الدبابه هذه هي انا ما اقدر يهز ايه اوي تدلع تدلع العبداوي دلع نصاب لتحت نصاب لفوق هاي دلع تاع تاع بابا تراها اميرها نعبر ونقل أمل الخضرة هذه شوفوا والله الخضرة تاع هذه اليمن ما كان فيها حتى بنا والله العظيم جبنا الخوخ جبنا المشماش جبنا العين بقرة العين بقرة أنواعه جبنا حتى الخوخ هذاك الملبس والو ما كانش لوكو أنا أمل الدلا ما شتيش أنا شتي فقوس البطيخ شوية مليح شوية مازال البطيخ تاع بكري هذا ما كان دوكا واش راح نرجعوا واش راح نقول لكم نقول لكم تبقوا على خير وان شاء الله نصوموا بالصحه ولهنا ان شاء الله ليا ويصوم قول لهم ادعيونا 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 ادعيوا لولادكم وادعيونا حتى حنايا وادعيوا لي ليا انا يا ربي صبرني على فراق نور هذا مكان متهني اني انا صح نقول لكم انتم ادعيوا لنا حنا ندعيوا لكم أيوة. ان شاء الله يغفر لنا ويسمح لنا امين ان شاء الله حابين حتى انتم تدعيوا لنا شويه احنا ديما ندعيوا لكم هاي ادعيوا لنا انتم المتتبعات تاعنا كامل راهم يصوموا احنا حنصوموا عرفه حنصوم انا برك انا وما عندك ماما ما تقدرش يا نصوم مع هذه يا نصوم هذه اليمات تقول لي نصوم علاش مانيش نصوم على جال تما نصوم نهار عرفه ان شاء الله ربي يتقبل علينا وعليكم ونقول لكم تنمير وتبقاو على خير.